отметим дальнейшие шаги по развитию. Нашим коллеги очень важно, что несмотря на ограничения, и поддерживаем наш диалог. إن الجزائر من إحدى الشركاء الرئيسيين لروسيا في قارة تم تحديد مختلف مجلات التبادل والتعاون الثنائي المشترك في عدة ميادين، نذكر منها الزراعة، الطاقة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، الصناعة والصناعة الصيدلانية والرياضة. وفي الأخير نطمح من خلال العمل الثنائي المستمر لتحقيق الميداني والفعال لكل هذه البرامج بما يخدم مصلحة البلدين. تجدر الإشارة إلى أن التعاون المتبادل الناجح في مجال التنقيب واستخراج المحروقات والموارد الباطنية على وجه الخصوص بلغ تقدما معتبرا في المسح الجيولوجي بين شركتي غاز بروم وسوناتراك. يتم إلى اهتمام خاص لمسائل تنمية تجارة المنتجات الفلاحية بما في ذلك الرفع من التزود بالحبوب الروسية. بودي شكر الزملاء الجزائريين على استمرارهم في اقتناء منتجات الحبوب، هذا سيسمح لمصدرينا بتزويد السوق الجزائرية بالقمح.